السلام عليكم. دكتور ألوسي طارق، طبيب عيون، أخصائي في جراحة العيون، دونك ديبلوم في عين الحول، جراحة الحول. دونك تقدم لنا المريض، إن شاء الله نقوموا بعملية ديال جراحة ديال الحول بالطريقة ديال ليبنوز، ليبنوسيداسيون، أو بالطريقة ديال التنويم المغناطيسي. هذه الطريقة كتمكننا باش نديروا عمليات بلا ما نديروا البنج كلي للمريض، وفي نفس الوقت كيكون في العملية ما كاينش خطر عليه على الحاله الصحيه ديالو، وفي نفس الوقت كيكون يمكننا نتحاوروا معاه هو كيدير العمليه وحنا كنهضروا معاه. يعني هذه طريقه جديده رجعنا كنديروها في المغرب، والحمد لله كنتمناو الشفاء لهذا المريض. بعد العمليه الاولى نقدروا نديروا العمليه ديال الاشياء الاخرى اللي ادت لهذا الحول واللي كتبقى بيني وبين المريض، دونك يكون الخير ان شاء الله. احنا اليوم كما كتشوفوا انه جينا يعني باش نشوفوا الطبيب، والحمد لله كل شيء داز. يعني يعني درت التحاليل يعني وخديت الحوايج اللي غادي ندور، العبارات على حساب العين وكل شيء، والحمد لله ان شاء الله غادي يكون كل شيء مزيان. ان شاء الله غادي ندير العمليه وغادي يدوز. وبغيت نشكر واحد يعني دائما ما كنفوتش الفرصه باش نقولها، يعني كنشكر السيد المحسن اللي كان يعني اللي تكلف ليا بالعمليه، ما بغاش يظهر للعلن، ولكن كنشكره وكنقول ليه الخير، يعني الله اللي غادي يجازيه. وما ننساش انني نشكر الاخت كريمه، الاخت الاخ منير، وكذلك يعني الاخت شاكيرة ديالنا، يعني الفنانه ديالنا، يعني الراقصه الاستعراضيه اللي انا كنشوفها انا احسن من شاكيرة ديال برا. يعني لان هي كتقدم واحد الفن بطريقه اللي هي مختلفه، يعني بستيل جديد، بحركات جديده، ما كاينش ليها مثيل. الحمد لله جات واحد الحاجه اللي هي جديده، وكنقول لها يعني كملي وما تسوقيش المنتقدين، لان المنتقدين دائما غادي يكونوا سواء بغيتي ولا ما بغيتيش. يعني داكشي المنتقدين يعني نقدر ندير لهم ترجمه اخرى اللي هي محسدين، يعني الحسد. هو اليوم جينا شفنا الطبيب والحمد لله قال لنا العمليه غتنجح ان شاء الله 100%، وانه عطانا التحاليل اللي خص الفصل يديرهم، وان شاء الله العمليه غدير ليه نهار الاربع. وهذا الشيء اللي كاين، وكنشكر الطبيب تبارك الله على التعامل ديالو، تيشد الخاطر، تعامل معاه مزيان، يعني ما شاء الله عليه. وبالنسبه له هو ان العمليه غدار، قال لك هادي غدار ماشي بالبنج، غدار بالتنويم المغناطيسي، ثاني عمليه غدار في المغرب كله. هاد المبادرة هادي جاتنا أنا والأخت شاكيرة وكريمة على ود إن شاء الله على ود هاد السيد هذا باش نديرو ليه هاد العملية ديال على ود عينيه. الحمد لله كما تشوفوا حنا في المستشفى ديال الدكتور اللي حتى هو قبل باش غادي يديرو العملية. الحمد لله جميع يعني الطاقم الطبي الحمد لله موجود هنايا باش غادي تدار له ان شاء الله العمليه، وتنتمنوا من الله يا ربي في هذا النهار هذا ان تدوز العمليه في احسن حال ان شاء الله. مع منير الهواري والاخت شاكيره انهم جاوا لهذا الدكتور الطيب الجميل، غيدير له هذه العمليه ان شاء الله اللي غتكون يوم الاربعاء عليه بالنجاح. وانا كنتمنى لهذا الوليد فكاهي ناشط فنان تبارك الله عليه، الله يحفظه وينجيه، وربي غادي يشافيه وغادي تكون وغيكون فنان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، الله يشافيك. شكرا. صافي.